شكرا سيد النائب المحترم. كيف تعرفوا هذه الحكومة تولي أهمية بالغة للنقل في العالم القروي، والنقل المزدوج دور هام فيه، حيث يمكن مقارنة هذا النقل المزدوج مع الدور الذي يلعبه أو تلعبه الحافلات بين المدن. لذلك الوزارة تتكلف بهذا القطاع بشكل تالي وتدعمه بشكل تالي، تتعطي الأولوية لمعالجة الملفات الإدارية على مستوى اللجنة المركزية عند توصلها من بالملفات من اللجان الإقليمية التي يرأسها السادة العمال. ثانيا دمجت المركبات ضمن البرنامج المحين لتجديد الحاضرة بمنحة ستصل إلى 290 ألف درهم للمركبة، كما دمجنا أيضا هذه المركبات ضمن البرنامج الاستثنائي لدعم المحروقات. ويجب تفعيل الجهوية المتقدمة في هذا المجال كالحل الأنجع لتحسين خدمات النقل في العالم القروي، ونستمر في الاشتغال مع وزارة الداخلية من أجل ذلك، وشكرا.